دخلت مملكة البحرين عصراً جديداً من تحديث وتطوير مختلف مؤسساتها لتواكب ما يشهده العالم من تطورات شملت الكثير من القطاعات، ولأن التعليم والتدريب عناصر محورية لبناء الإنسان، كان من الضروري أن تدخل المملكة في مواجهة تحديات تطور قطاع التعليم من خلال آليات محكمة تؤكد على جودة أداء المؤسسات التعليمية. هيئة جودة التعليم والتدريب التي تأسست عام 2008 وضعت رؤية واضحة ومعايير صلبة مكنتها من الدخول في تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق قياس أداء مؤسسات التعليم سعياً إلى مخرجات أفضل. هيئة جودة التعليم والتدريب قامت على فكر وخبرة وطنية مؤهلة قادرة على إحداث التغيير نحو الأفضل والأصلح لمستقبل أبناء مملكة البحرين. لقائي مع الدكتورة جواهر شاهين المضحي الرئيس التنفيذي للهيئة اتسم بالأريحية والشفافية تجاه سياسات تجويد التعليم والتدريب. سعادة الأخت العزيزة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب. نعم. بدون ضمان. نعم. أين ذهبت الضمان دكتورة؟ الضمان يمكن احنا في البدايات كان عندنا يعني تسمية ضمان الجودة لنشر ثقافة الجودة. نعم. واعتقد ان مع يعني الحين قضاء 8 سنين واحنا على وشك ننهي السنة 9 من بداية الهيئة، الوعي ذي بضمان الجودة ومفهوم الجودة أعتقد أنه انتشر بشكل صحيح. أنه يطمننا أو يطمننا بأن الضمان موجود الآن، إحنا نسعى للجودة. نعم، فالضمان الحين صار تم تحقيقه على الأقل. نعم. في 9 سنين، يعني 9 سنين من العمل المتواصل لإصلاح قطاع يعتبر الأهم في أي دولة. نعم. بعد الأمن والصحة، يعني إيش كثر راضي عن أداء وإصلاح بعض المفاهيم التي كانت في التعليم؟ هو طبعاً الرضا يعني نوعاً ما نسبي، يعني المشوار اللي مضيناه أو اللي مشيناه في هذه السنوات أنا راضي عنه. مشينا بحسب الترتيب، بحسب الانتقال من فترة لفترة ومن دورة لدورة. يمكن أنا طموحنا لأن نتيجته بمعنى تأثيره ودنا أنه هو يكون أكبر من ما هو موجود على أرض الواقع حاليا. بس طبعا هذه مو بالهيئة، الهيئة أداة لقياس الأعمال اللي تقوم بها مؤسسات التعليم والتدريب وإبداء الرأي ووضع المهني ووضع التقارير تقديمها للمعنيين، ومن ثم هناك لابد أن يكون في حراك من قبل الجهات الأخرى من أجل السعي للجودة والتطوير اللي ممكن. دكتورة جواهر، أين كانت البداية؟ نعم. مع أي ملف في القياس؟ نعم، يعني عندما استشعرتم بأن هناك معايير اللي يجب أن تكون موجودة في هذه المنطقة أو تلك المنطقة. نعم. مسألة القياس أين بدأت، مع أي ملف بالتحديد؟ نعم، يمكن أنا خلني أرجع لك من تاريخ الهيئة وتشكيلها. يعني هي 9 سنين، يمكن الكل يقول لك زمن قصير، ولكن الإنجازات اللي سويناها، الأعمال، المهام اللي قضيت فيها صراحة يعني أنا فخورة فيها، وأنا مثل ما قلت راضية عنها. اكزاكتلي، تسلم يطول عمرك. فإذا بنرجع يمكن بالتاريخ إلى إنشاء الهيئة في مايو 2008 بعد صدور المرسوم الملكي 32 لإنشاء الهيئة، هني كان الإنشاء الرسمي. قبلها تقريبا بعام كان هناك حراك في موضوع إصلاح التعليم، لجنة تطوير التعليم برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة اللي الآن هي المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، كانت تعمل من 2005. كان في هناك مسح لجميع أنظمة التعليم في دول متقدمة لإيجاد أو للحصول على منظومة تناسب مملكة البحرين، بحيث أنها هي تساهم في تطوير التعليم والتدريب. فلذلك يعني صدرت عدد من المبادرات، كلها تقريبا أنشأت في 2008، ومنها هيئة جودة التعليم والتدريب.
الإنشاء طبعا كان احنا كان مراجعات المدارس، المعاهد، التعليم العالي، الامتحانات الوطنية قبل ان يضاف المؤهلات في 2012. فهذه كلها كان صراحة دليل واضح على اهتمام مملكة البحرين بتطوير التعليم والتدريب، اهتمام القيادة بإنشاء مؤسسات تعمل في هذا الاتجاه. والآن في دول العالم إذا ما عندك هيئة جودة تعليم أو هيئة ضمان تعليم تعتبر أنت ما قاعد تهتم بالتعليم. فأنشئت الهيئة، الهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، هذه بعد أكد استقلاليتها وأكد أهمية التقارير اللي تصدر منها عبر هذه السنوات. تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة وهو الحوكمة للهيئة، وكانت طبعا برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة، وبحكمته بنظرته المستقبلية صراحة قدرنا أن احنا نأسس الهيئة تأسيس يعني على أقوى مستوى. أنا راضية عنه مثل ما قلت لك، وأنا أعتقد أنها ثمارة قاعدة تطلع. في نفس الوقت التشكيل الثاني لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الأستاذ عبد العزيز الفاضل، وطبعا باع طويل في التعليم وحكمته، وبدأنا كذلك نطور في التعليم أو في ضمان جودة التعليم. نرجع حق الكوادر والتأسيس الفعلي لهذه الحوكمة. الهيئة طبعاً كنا نبتدي في ضمان جودة التعليم في ما كان موجود في البحرين بتاتاً. ما في المنطقة أنشئ بعض الدول بدأت تبدأ، ويمكن حتى بعضها بدأت كاسم ولكن ليس كفعل. إحنا بدأنا صراحةً بإحضار خبراء من الدول المتقدمة اللي لها باع في المجالات اللي احنا بدأناها. هاي الخبراء ابناهم يعني أنا أول ما بديت كان معاي 4 مساعدات للمجالات الأربع اللي احنا نقوم بها. أنا أول ما قلت لهم أنا يعني أقيس أو أقيم قدرتكم وجودة أدائكم بقدرتكم على نقل خبراتكم وبناء القدرات في الكوادر البحرينية، وبالفعل للأمانة أدوا عملهم بأحسن ما يكون. وهناك يعني خبراء الآن في مملكة البحرين أنا أعتز فيهم، وإحنا كلنا مفترض كبحرينيين نفتخر بأن الآن في دول المنطقة يستعان بهم في المراجعات، سواء المدارس سواء التعليم العالي، الامتحانات الوطنية. يعني إحنا بدأنا مع كامبريدج International Examination، وأسسنا صراحة كوادر بحرينية قادرة على القيام بالعمل. الآن في دول المنطقة اللي يبدؤون في الامتحانات الوطنية يجون يستشيروننا في هذا الموضوع. في حتى المؤهلات اللي بدأنا في 2012 ويعتبر زمن جدا قصير لبدء، يعني لأن أنت تكون معروف أو لأن أنت تأسس خبير. الآن يعني الأسبوع اللي رايح في الأسبوع اللي مضى في زميل من الزملاء كان يعرض تجربة البحرين في المؤهلات في دولة خليجية. فذي كلها يعني أنا أقول لك التاريخ أن التأسيس كان تأسيس صحيح، التخطيط كان تخطيط ممتاز. يعني حتى السنة قبل صدور المرسوم في 2008 طبعا مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع لجنة تطوير التعليم في ذلك الحين كانوا هم المنشأ يمكن لجميع المبادرات، ومنها هيئة جودة التعليم والتدريب. دكتورة جواهر، أرجع إلى الرؤية. نعم. الرؤية تتمثل في أن نكون روادا في تعزيز الجودة المستدامة لنرتقي بقطاع التعليم والتدريب في مملكة البحرين إلى المستوى العالمي. نعم. قل لنا كيف يمكن تحقيق هذه الرؤية في 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 ظل وجود إرث حتى في 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 التعاطي مع هذا القطاع الهام في المملكة. طبعا التنمية المستدامة هي من أهداف الأمم المتحدة. صحيح. حق 2030 ومملكة البحرين، ومن أهدافنا احنا بعد. بالضبط. ومملكة البحرين دائما تسعى يعني في تحقيق أهداف 2015. صحيح. كنا يعني متقدمين على دول كثيرة. ف2030 من ضمنها طبعا التنمية المستدامة، ومن أهم العوامل فيها التعليم والتعليم مدى الحياة وعدالة التعليم وتواجده. يعني هذه من الأمور اللي احنا الآن نسعى لتحقيقها ب 2030. حتى الرؤية 2030 فيها داخل فيها كل هذه الأمور. الآن نرجع لاستدامة جودة التعليم. يعني الاستدامة في أي شيء بحاجة طبعا إلى تأسيس صحيح، إلى شراكة. أنت مثل ما احنا نقول بالعامية الوحدة ما تصفق. صحيح.
احنا مع المعنيين في التعليم والتدريب في المملكة، وبوجود الغطاء صراحة المجلس على تطوير التعليم والتدريب، فهو جهاز صراحة أنا أنظر له إلى أنه منظم العملية لما هو موجود في السابق قبل إيجاد الهيئة، ولو هو موجود الآن، بحيث أن يكون العمل تكاملي تعاون فيما بين جميع الأجهزة الموجودة، لأن احنا في النهاية أهدافنا واحدة نبي نحققها في النهاية، والمهم جدا أن التنسيق فيما بينها في هذا المجال. فالشراكة جدا مهم، الجودة مستدامة سواء تنمية مستدامة لازم فيها تعليم. صحيح. التعليم يأثر على الاقتصاد، يأثر على المجتمع، يأثر على السياسة. فإحنا إذا نبي تنمية في كل هذه الأساس للتعليم. فاحنا ان شاء الله نسعى في هذا المجال، وبالشركاء الموجودين حاليا في مجال التعليم والتدريب اعتقد ان الخطوات قاعده تصير ايجابيه اكثر مع الوقت. عندما نتحدث عن اصلاح التعليم واصلاح هذا القطاع الهام، نتحدث عن يعني جهد كبير قامت فيه الولايات المتحده الامريكيه حتى الثمانينات تقريبا، ونستذكر في هذا المقام الجمعيه الامريكيه للبحث التربوي التي قامت بقياس التعليم في ذلك الوقت، ووضعت معايير معينة. من ضمن هذه المعايير التي وضعتها أن يكون الطالب حاصل على 90% على الأقل متابعة ملف الطالب وأداء تقييمه بشكل مستمر، أن نخلق في روح التعليم، يعني أن نخلق في روح الرغبة إلى الذهاب للمدرسة والتعليم. نحن في البحرين الآن معاييرنا هل تتوافق مع هذا الإطار العالمي باعتبارنا يعني أصبحنا شئنا أم أبينا معولمين؟ نعم، الإطار اللي تقوم عليه أعمال الهيئة من مراجعات في جميع المجالات اللي ذكرتها مثل ما قلت، هو في البدايات اقتبس أو أخذ من الدول المتطورة. يعني في بريطانيا عندك، من أستراليا كان في عندنا الأطر، ولكن لم يؤخذ كما هو. في السنة اللي سبقت تأسيس الهيئة مثل ما قلت يمكن سنة كاملة كان في عمل موجود، وفي كان في ناس موجودين هنا يشتغلون في الهيئة لعمل تجربة هذه الأطر على عدد من المدارس، على عدد من مؤسسات التدريب والتعليم كذلك، أو التعليم العالي، وبناء عليه تم تكييف هذا الإطار. يعني we tailor made it for Bahrain. Tailor made it for Bahrain. Exactly. فهذه الإطار المفصل بما يتناسب مع المستوى الموجود حاليا في البحرين. يعني لو جينا مثلا في بريطانيا بدأوا بنفس الطريقة، بدأوا بمستوى معين أقل المطلوب في أي جودة لتقديم التعليم والتدريب، ومع الوقت رفعوا هذا البار أو على المقياس. فنفس الشيء احنا في مملكة البحرين، انت ما تبقي تي وتصدم الناس، تبقي تخليهم مع الوقت يتعلمون، لان ترى الجودة هي احنا نقول ثقافة. صحيح. فانت ما يصير تقوم وتقصبهم بشيء قد يكونون ما مستوعبينه، لأن بيسوونه يوم يومين وبعدين بينتهي. صحيح. صحيح. وهذا اللي احنا في بعض المؤسسات اللي تعتقد ان هي تشتغل قبل بشهر قبل المراجعة وبتصير بتحصل نتيجة ممتازة أو جيدة، هي عملية تراكمية. تراكمية، فهم يفاجئون بأن كل هالشغل اللي اشتغلناه لمدة شهر، احنا نقول لك دورة 3 سنوات انت لابد ان انت تعمل فيها. صحيح. على اساس يصير تأسيس مؤسسي. صحيح. يعني احنا في نظرتنا، وحين بعض الدول المتقدمة بدأت بذلك، تقول لك لا، انا حين خلاص أسست جودة التعليم موجود في المؤسسة نفسها، انا آي ما اروح افحص او اراجع كل العناصر الموجودة، انا افحص الجهاز اللي موجود داخل هذه المؤسسة. صحيح. هل يقوم بعمله صحيح اساس يصير سلف يعني سستيند العملية، بمعنى انها تكون يعني بالضبط هم اللي راجعون نفسهم بنفسهم، وبعدين تصير العملية، احنا بس نروح نراجع جهاز المراجعة عندهم. فنأمل ان احنا نصل لهذا المجال. يعني انا اعتقد يمكن في مؤسسات التعليم العالي يكون الموضوع دي خلينا نقول أقرب لهم يمكن من غيرهم، على أساس أنه أقدم في مؤسسات التعليم العالي. صحيح. وأمهم هما يمكن بعد على مستوى أعلى، بحيث أنهم يقدرون يستوعبون أهميته طويلة الأمد.
فتلقى هناك الآن في مراكز لضمان الجودة موجود في هاي المؤسسات التعليم العالي، أو على الأقل حتى لجان بعضهم سووها. فإحنا نأمل إن مع الوقت يصير فيه الوضع الصحيح اللي نبغيه، وأنا أشوف تباشير هذا في هذا الاتجاه، وإن شاء الله خير. الأخت العزيز الدكتورة جواهر، نستأذنك في فاصل إعلاني ثم نعود لمواصلة الحديث الشيق معك. تسلم. دكتورة جواهر، أهلا فيك مرة ثانية. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة ممتع أن نتحدث عن بعض القطاعات اللي من ضمنها التعليم. هل فرض العالم الجديد المتعولم إيقاع جديد رفع التحدي أمام مؤسسات التعليم في منطقتنا؟ ونتحدث عن البحرين بشكل خاص. نعم، هو يمكن أنا ببدأ بالعالم صراحة. هو العالم أصلا حاليا يرفع السلم أو الدرجات اللي مطلوبة للتعليم، لأن مو بس في منطقتنا، مو بس في البحرين، ترى يعني الحين لو تروح أي مؤتمر أو اجتماع دولي يتكلمون عن المشاكل، وتراها نفسها نفس مشاكلهم، مشاكل يمكن هم على يعني نطاق أكبر أو إحنا على نطاق أقوى يعني بدرجة أو بأخرى، ولكن الأفكار كلها واحدة. فلذلك من المهم جدا أن ترفع الدرجات مع الوقت، وإلا إذا استمرينا على ما إحنا عليه يعني مثل ما يقولون الوقوف في زمن متحرك، كما لو أنك ترجع للوراء نخسر التحدي. والله هو يعني إن وقفنا طبعا بيكون رايحين يعني فيها اذا وقفنا، ولكن احنا للامانه مستمرين يعني. اذا رجعنا حين حق مملكه البحرين وقاعدين نرفع السلم وقت مع وقت، وفي تجاوب كبير، والدليل عليه ان في تحسن في بعض القطاعات. يعني مثلا في التعليم العالي وعندك في التدريب المهني للامانه التحسن جدا ملحوظ. يعني لو بقول لك نسب مؤسسات التعليم العالي، البرامج لما بدأنا في 2008-2009 كان في عندنا تقريبا ثلث هذه البرامج يدعو إلى الثقة، فقط ثلث، يعني الثلثين كانت أو بين غير جدير بالثقة أو شو اسمه. فالآن عندنا 70% جدير بالثقة ما شاء الله. فهذه يعطينا انطباع مثل ما قلت أن التعليم العالي هم مستوعبين العملية، فاهمينها، يعني مو بأنهم ما يعرفون، حتى قبل يمكن تكون الهيئة موجودة فاهمينها، ولكن الحياة ماشية والناس قاعدة تتعلم، فما في داعي ان احنا نضيف على عمرنا ضغوط إضافية ممكن ان هي تزعجنا. لكن هذه جدا مهم، جدا مهم، لان حق مستقبل الطلبة، حق الخريجين. يعني الحين عندك خريجين سوق العمل يقول لك انا ما اقدر استوعبهم كما هم، ما يقدرون يؤدون العمل كما يعني تاخذهم من تخرجهم، يعطيهم سنوات يدربهم، بعضهم يرسلونهم للتعليم. فهذا الشيء ما ممكن، ما لازم انه يصير، ما مفروض انه يصير. مفترض ان الخريج صحيح انه قد يكون الجزء العملي لا زال يبقي له يتعلم عليه، لكنه فاهم شلون يقوم بالعمليه. ف انا بقطعك في الخير، إيه بالخير بس إيه؟ يعني انت سبقتيني في نقطه كنت بتكلم عنها، تقول تعليم مميز يساوي مخرجات مميزه. نعم. ومجوده أيضا. صحيح. يعني وهو هذا رسالة سواء أنت أو التعليم العالي أو أو وزارة التربية والتعليم، أي مؤسسة لها علاقة بتطوير التعليم في مملكة البحرين. يعني فعلا مثل ما قلتي، لو 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 جودنا ما بداخل مؤسساتنا التعليمية، فبالتالي المخرج بيكون على المستوى المطلوب. نعم نعم, نعم. فهاي اللي يعني أقوله، في عندنا مع ارتفاع الدرجة أو السلم اللي احنا نقيس فيه، لكن في كذلك ارتفاع ونضج في عملية استيعاب المطلوب لجودة التعليم. وأنا أقول يمكن قد يكون إيمان كذلك منبثق من المعنيين في هاي المؤسسات بأن للمصلحة العامة وللمصلحة طويلة الأدب الأمل، حتى لو الأمد أسفة، حتى لو كان يعني على الموضوع الربحي، بالذات أنا أتكلم عن مثلا المؤسسات الخاصة. يعني الربح في مجال التعليم ترى جدا جيد، جدا مرتفع، ولكن إذا ما لازمه مخرجات جيدة باكر السوق نفسه بيبلغ
الخريجين وبيبلغ أولياء الأمور وهذه المؤسسات بأن مخرجكم لن يكون مقبول، فبذلك المدخل كذلك ما الطلبة نفسهم ما بيقدمون على هاي المؤسسات. فأنا دائما أقول في طويل الأمد الربح بيكون موجود، يعني لمن يقلق بالنسبة حق الربح. ولكن أنا الآن أرى بأن المؤسسات التعليمية في التعليم العالي وضحت عندها الرؤية، قد لا تكون الرؤية كاملة الوضوح، ولكن واضحة عند معظمهم بأن لما يجودون من البروسيس أو أعمالهم فالمخرجات تصير جيدة في المدى البعيد أو المدى حتى المتوسط أو القصير بيكون في لهم مردود عليها. فارق وايد بين يعني قياس الأداء في القطاع الخاص والقطاع العام؟ لا، للأمانة المقياس المسطرة نفسها للقياس قد يكون يمكن لأن المؤسسات الخاصة، يعني مثلا لو تكلمنا عن المدارس أو جامعات، في عندهم مرونة أكثر، كون عندهم حرية في تعاملهم، يعني كحوكمة كمؤسسة ماليا، حتى في إدخال وإخراج القائمين على التعليم فيها، ففي عندهم يمكن خلينا نقول قدرة أكبر أو أسرع خلينا نقول على أنهم يغيرون للأفضل إن أرادوا ذلك. إحنا ما نبي نصير أسرع. نتمنى الأسرع مع الجودة يعني إن شاء الله. المناهج الدراسية، يعني أنت كرئيس تنفيذي ومسؤول عن هذا القطاع، مناهجنا الدراسية في المدارس الحكومية هل ستبقى عليه كما هي عليه؟ هو إذا أنا تسألني كرئيس تنفيذي، أنا يعني من ردة فعلك اكتشفت أنه في طموح آخر عندك. نعم، هو يعني كرئيس تنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، إحنا ما نقيم المنهج، إحنا نقيم المخرج بناء على عملية تعليمية اللي صارت لهذا المنهج. نعم. فما أقدر يعني أعلق بصفتي الحالية على المناهج الموجودة، ولكن أنا أقدر أقول لك بأن احنا بحاجة إلى رفع مستوى المعلمين على أساس يكونون قادرين سواء كان هذا المنهج أو غيره أنهم يؤدون بشكل صحيح، بحيث أن الطلبة يخرجون وهم على علم بالتعلم اللي حصل لهم، وليس فقط سنة ونجحنا وانتقلنا إلى السنة الثانية. يعني هذه احنا النمط اللي نحاول أن احنا نغيره حتى بالامتحانات الوطنية اللي تقوم بها الهيئة. في سنة 2016 عقدت الهيئة ورشة عمل تدريبية لست مدارس حازت على تقدير غير ملائم، وجاء المختصين من هذه الست المدارس وقعدوا مع الهيئة، والهيئة شرحت لهم كيف يحققون نتائج أفضل. هل حققوا نتائج أفضل من 2016 إلى الآن أم للحين ما؟ نعم، هو إذا أرجع بك خطوة شوي على العملية في حالة إذا حصلت المدرسة على تقييم غير ملائم، المدارس اللي تحصل على تقييم غير ملائم يكون في لها طبعا، هي جميع المدارس نطلب منهم يعطونا رد على التقرير، طبعا يوافقون عليه وبعدين بناء عليه يعرض على مجلس الوزراء للاعتماد. نطلب منهم مع التقرير لما يرسل لهم يعطونا خططهم في كيفية تحقيق التوصيات اللي ترسل لهم في التقرير كل مدرسة على حالها. بعدين نعطيهم ورش عمل لكيفية التعامل مع هذه التوصيات، كما أن احنا نعدهم لأن يكون في عندهم زيارات مراجعة، مراجعة أولى ومراجعة ثانية، لنشوف تحقيق مدى ما حققوه من تطور في المجالات اللي هم كان في عندهم قصور فيها. فبناء عليها هذه المتابعة تصدر تقارير، كذلك تنشر حاليا في موقع الهيئة، بعدها يكون في المراجعة الكاملة. هذه البروسيس يعني تكون 3 سنوات تقريبا، فلذلك من 2016 للآن يعني ولو أني ما حافظة منهم المدارس اللي المعنيين في هذه السؤال، ولكن يحتاجون تعطيهم مسافة على أساس أنهم، وللأسف وفي متابعة ما بينكم طبعا بين 3 سنوات بين الدورة والأخرى في عندنا دورة زيارتين متابعة بالذات هاي للغير ملائم، لكن للأسف في بعض المدارس اللي لا زالت مع الدورة الثانية وبعضها الآن حتى في الدورة الثالثة بالنسبة حق المدارس الحكومية تكون غير ملائم.
يعني. واحنا طبعا في تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم كذلك عندهم مشروع تحسين المدارس، مفترض انه هو يعمل على رفع من القدرات هذه المدارس اللي حاصلة على غير ملائمة. هذه الإدارة هي تبع المدارس الحكومية أي نعم. أي مراحل؟ طبعاً إحنا كل المراحل عندنا، كل المراحل الابتدائي الثانوي الإعدادي كلها موجودة هني. والمراجعين طبعاً في عندهم تخصصات معينة على حسب المواد، إضافة إلى بعضهم طبعاً خلفياتهم، بعضهم مدرسين كانوا في مدارس ابتدائية إعدادية أو ثانوي، فهني يصير التشكيل للفريق اللي يروح على حسب الاحتياجات حق المدرسة. طيب. يعني إذا مدرسة حصلت غير ملائم مثلاً أو جيد. نعم. تراجع هني. هو طبعاً المراجع يكون في المدرسة نفسها. في المراجع. المراجع يكون ثلاثة أيام كاملة الفريق يروح ينزل للمدرسة ويراجع، يروح الصفوف، يروح يقابل طلبة، يقابل أولياء أمور، يقابل إدارة تعليمية، الإدارة نفسها، وبناء عليها يومياً يكون في تغذية راجعة للمدير المدرسة. أساس أنه هو يبني الفكرة في أنه هو وين بيوصل، يعني النتيجة ما تكون مفاجئة له. السلام عليكم، شلونكم، مساكم طيبين. النتيجة ما تكون مفاجئة له، يكون يعني هو باني عارف وين متجه الموضوع، عارف الخلل وين. ويوميا يعني مثلا إذا قال له مثلا شغلة A فهو عنده مثلا فكرة مختلفة، يقول طيب عطنا ما يثبت لنا الفكرة مختلفة في هذا الموضوع. فيكون في فرصة لمدير المدرسة أو المعنيين الإدارة في المدرسة بأنهم يعدلون الصورة فيما لو كان في هناك ما يثبت أنها هي غير صورة غير الصحيحة في هذا المجال. فعلى ما يخلص الثلاثة أيام تكون الفكرة تكونت عند الفريق، وكذلك الفكرة واضحة بالنسبة حق الإدارة في المدرسة. بعدها يجون هني، يكون في نقاش احنا نسميه تشالنج ميتينج، على أساس بأن يعني هل صحيح أنتوا اللي شفتوه هاي حسب المعيار مثلا توفر ولا ما توفر ولا غيره، بناء عليه يكون في أحيانا يمكن هو الفكرة موجودة بس تنفيذها شوية ممكن يكون يعني عقبة في حصول المدرسة أو المؤسسة هذه على مراحل يعني تقديرات أفضل. ما تحصل المدرسة على غير ملائم إلا الأدلة كلها واضحة بأنهما ما وصلوا للمتطلب الأقل أو المستوى الأدنى من المتطلبات حق أنها تصير مدرسة مرضية. فالمراجع يكون طبعا مقتنع بهذا الشيء، ولازم يقنع مثل ما قلت الموجودين عند المسؤولين في التشالنج ميتنج هنا في الهيئة قبل لا نبلغ المدرسة بالقرار النهائي للموضوع. طبعا في عندنا خطوات أخرى للتأكد من النتيجة صحيحة، يعني في عندنا كذلك على مستوى الهيئة في عندنا لجنة بعد تشيك التقرير وتتأكد بأن المواضيع اللي وضعت فيه صحيحة 100%، يعني حتى للقارئ لما يقرأها من خارج المؤسسة. فيعني مثل ما قلت الأنظمة موجودة صح، التطبيق كما يجب. يعني احنا عندنا شهادة من الهيئة الدولية، شبكة دولية لضمان جودة التعليم العالي، فياو مثل ما قلت لك احنا نروح نراجع مؤسسات، ياو رجعونا في 2014 وفي طبعا عطونا الاعتمادية في هذا الموضوع موجودة عندنا لخمس سنوات، نفس ما احنا نعطيهم الحكم او الاعتمادية لفترة معينة نرجع لهم عقبها على اساس نتأكد ان لا زالت هي موجودة. فهذه العملية المفروض انها تكون مستمرة بحيث ان نرفع من المستويات الموجودة في التعليم. الموظفين من يعني تم اختيار مؤسسات تعليمية؟ لازم يكون عندهم خلفية تعليمية مينيمم 7 سنوات في التدريس، على أساس أنه يكون فاهم العملية صح، بحيث أنه هو لما يقيم يكون على اطلاع بالبروسس نفسها لما كان مدرس. طبعا يتلقى تدريب قد يستمر الى سنة، يعني هو يبقى اول ما يلتحق بالهيئة يكون احنا نسميه ظل او شادو،
يكون فقط يتماشى مع المراجعين، مع بعد فترة ينتقل لأنه هو يكون مراجع خلينا نقول كو يعني شريك، تالي عقبها بفترة لازم يكون في تقييم من أكثر من المراجعين الموجودين إضافة إلى مدير الدائرة، بحيث أنه الآن مستعد أنه يروح كمراجع بنفسه وما وعندنا ثقة فيه. هذا الأسلوب المؤسسي اللي نطمح له يعني. الحمد لله. الحمد لله. نعم نعم. علاقة حميمة تلاحظها بين الرئيس ومنتسبي الهيئة، فهم شركاء في تحقيق الأهداف التي وضعتها الهيئة. ملف لا يقل أهمية عن كل ما تحدثنا عنه منذ بداية الحلقة، وهو ملف الامتحانات الوطنية باعتبارها أداء لقياس المهارات المعرفية واللغوية والحسابية. ما هي الامتحانات وما هو يعني القياس أو آليات؟ نعم طبعا، الامتحانات الوطنية هي تقييم لأداء الطلبة في مجالات معينة مثل ما ذكرت، في وفي انتهائهم من حلقات الرسمية أو الأساسية في المدرسة. تقيس ليس فقط قدرة الطالب نفسه، تقيس قدرة الطالب، قدرة المدرس كذلك، وأداء المدرس، أداء الصف، أداء المدرسة والنظام التعليمي في مملكة البحرين ككل. في هناك تغذية راجعة تصل للجميع، ولأمر مدرس، مدير وزارة التربية، جميع المعنيين، وطبعا التقرير ينشر وموجود على كذلك موقع الهيئة. مفترض أنه يكون تغذية راجعة مفيدة للرفع من مستويات الطلبة، خصوصا أن الامتحانات الوطنية ليست كالامتحانات العادية اللي تقوم بها الوزارة أو حتى بعض المدارس الخاصة. هي تساعد الطلبة على استعمال المدارك أو مستويات التفكير العليا. احنا الطلبة حاليا مثل ما كان يمكن من زمن، ويمكن يكون ناجح لفترة من الزمن، ولكن الآن الحين يعني في الدول العالم تقول لك من فترة هي يعني تعمل على رفع الفكر التحليلي للطلبة. الآن في بعض الدول تقول لك أنا التحليل انتهيت منه، أنا حين في التفكير الإبداعي للطلبة. فأنت شلون تخلي الطالب يفكر؟ تعطيه شيء يمكن ما قد شافه من قبل، مو كمعلومة ولكن ككيفية طرح للمعلومة. يعني أنت لما تغير السؤال في بعض الطلبة ولا زالوا يقول لك أنا ما أعرف، هو يعرف الإجابة ولكن لأن نمط السؤال تغير ما يقدر أنه هو يحلل أنه هو يقصد نفس المعلومة اللي عارفها. فهاي اللي إحنا قاعدين نحاوله في الامتحانات الوطنية، يعني هو ما يالقرار من لا شيء. مثل ما قلت في من 2005 كان المجلس طور التعليم والتدريب يجري مسوحات شنو أهم شيء لرفع مستويات التعليم، وكان من ضمنها الامتحانات الوطنية. فهذه الجزئية والتطوير، مثل ما قلت، إذا أنت وقفت وقلت أنا زين، فأنت قاعد تمشي على وراء من غير ما تدري. ترى مو بضروري أن أنت ما تدري، لكن زين في مملكة البحرين بأن احنا على علم بأن احنا نبقي نتقدم أساس نتطور. لأن إذا وقفنا على ما احنا عليه وقلنا التعليم زين، كان في خريجين طلعوا وكهما وكانتوا تخرجتوا، ممكن يطرح هذا الطرح. الامتحانات الوطنية دكتورة ذكرتني بمبدأ أن كنا ناخذ يعطونا رقم الجلوس، بس مو في نفس المدرسة، نعم في مدارس ثانية أخرى. صحيح. في مدارس أخرى، فبالتالي إحنا مضطرين نتعامل مع شيء جديد. صحيح. مع مناخ جديد. صحيح. وكانت فكرة جميلة، والله تجربة كانت حلوة يعني. ذكرتني أين وصلت الامتحانات؟ من استفاد منها؟ يعني نتائجها هل استشعرتوها في الطلبة نفسهم؟ لأن يقال دائما أن الطالب في المدارس الخاصة طالب مفكر أو يستطيع أن يتعامل مع أي أداة، بس الطالب في المدارس الحكومية طالب يعني انكماشي شوية، منغلق إلى حد ما عنده جرأة الطالب. أنا أعتقد هني الأسلوب يعني. إن شاء الله لنا لقاء مع سعادة الدكتور مازن بن علي النعيم وزير التربية والتعليم، لكن أنا أعتقد هنا ندخل في مجال أسلوب. عندما نطور التعليم لا نطور بس منهج، نطور شلون أنا بتعامل مع هذا الطفل وبحببه فيني وبحببه في العملية التعليمية، مثل ما ذكرنا المثال اللي صار في أمريكا. يعني المثال اللي أنت قلت، أنت ما تقدر تعمم، هو صحيح قد يكون يبدو
ان ذلين غير ويبدو ان ذلين غير. في ناس يطيف ولكن بالضبط في ناس شطر هني وفي ناس يمكن غير مجدي بالضبط. فهي العمليه ما ممكن ان تتعمم فيها. نعم. لكن يعني سؤالك الى اين وصلنا الان في الامتحانات الوطنيه؟ نعم. يعني احنا حصل لنا كذا سنه واحنا نقوم بالامتحانات الوطنيه. نعم. وانا اعتقد بان الان يمكن في اجتهادات جديه اكثر، يعني قرار وزاره التربيه والتعليم بوضع جزء من درجه الطالب لهذه الامتحانات، انا اعتقد انه هو عامل مهم لتشجيع الطالب للفت نظره الى انه ذي، لان في السابق قد يكون في جزء من التساؤل بان يمكن الطلبه ما عندهم الاهتمام بالامتحان لان ما له مردود عليهم، يعني انا طالب في عمري ذي بتجيني وبتعطيني امتحان وما له اي اهميه ولا له اي، يعني انا ما بفهم ان هاي له اهميه على مستوى الوطن. نعم. يعني بيعطيني قياس للنظام التعليمي في مملكه البحرين، ما يفهم الطالب بهذا الشكل، لكن الطالب يفهم ان انا عندي درجه ان ما سويت زين يمكن ما بنجح او بتاثر علي. فهذه انا اعتقد ان المبادره من وزاره التربيه والتعليم جدا مهمه. كذلك طبعا اكيد انكم على علم بقرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنه من الهيئه ومن وزاره التربيه والتعليم لتقديم مقترح حول نظام موحد للامتحانات الوطنيه. طبعا قدمنا هذا المقترح للمجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب وكان في طبعا موافقه وقبول، لكن لابد انه يعرض على مجلس الوزراء البد فيه رسميا. وأنا أعتقد هذه بيحرك أمور كثيرة بالنسبة لأداء الطلبة في الامتحانات الوطنية، بالنسبة للمدرسين نفسهم وأدائهم وكيفية توصيلهم للمعلومة للطالب، بدل ما أنه بس الطالب يروح يقعد ويسمع ويروح بيتهم يقرأ ويمتحن، لا لازم يكون يحلل، لازم يكون مشارك في في, 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 في الصف، بحيث أنه يكون هذه بعد جزء منها بناء شخصية. صحيح. في نفس الوقت فهذه كلها يعني ما أبقي أنا أعطي كل كريدت الامتحانات الوطنية، هناك أكيد في أمور كثيرة ممتازة قاعدة تجري في جميع المدارس سواء حكومية أو خاصة، ولكن النتيجة أنت آخر السنة تعطي الطالب امتحان وتشوفه إيش سوى. فإذا أنت أعطيت امتحان وما أدى الأداء المطلوب تقول أنه قد يكون في عجز في مكان ما، فأنت لازم تبحث في هذا العجز بحيث أن أنت تطور هذا المكان بحيث أنه تكون النتائج أحسن. دكتورة، هذه الامتحانات الوطنية اللي تكلمنا عنها. نعم، هاي التصحيح. هاي التصحيح. السلام عليكم. هاي التصحيح. هاي كلهم مدرسين تبعون وزارة التربية والتعليم. نعم، مدرسين وزارة التربية والتعليم أو بعضهم حتى في مدارس خاصة، إحنا نحط إعلان وتقدمون له، طبعاً يصير لهم تدريب وتمرين على مدى يعني فترة، بس معظمهم الآن كانوا معنا في السنوات السابقة. ما شاء الله. ففي هاي بعد بناء قدرات ثانية لكيفية التصحيح، لكيفية العمل التيمز، يعني يكون كل فريق فوق رئيس، فوق الرئيس مجموع، رئيس مجموعات. فهذا جزء من مثل ما قلت بناء القدرات في البحرينيين، يعني حتى بناء الامتحانات نفسها. نعم. بعد ناخذهم احنا مدرسين من وزارة التربية ومدارس خاصة في المواد اللي نبقيها وعلمناهم كيفية بناء الامتحان، يعني احنا عندنا بنك للامتحانات، الأسئلة. نعم. الامتحانات فذي مبني من قبلهم، بس طبعا يعني احنا عندنا بنك يمكن في كذا مئة سؤال احنا نختار منه، فما حد يدري شنو السؤال اللي بينسأل او اللي بيطرح او اللي بيكتب. وعندهم عندهم جايد لاين تمبلت على اساس المعايير اللي تكلمتي عنها. نعم، كامل يعني للامتحان يعرفون حتى نص الدرجه وين تروح عند التصحيح، بحيث انه يكون بعدين مثل ما قلت رئيس الفريق يتأكد بأن التصحيح متساوي من الكل، وكذلك في عينات تسحب على أساس أن يتأكدون بأن التصحيح بين الفرق الأخرى يعني شو اسمه متساوي. كم العدد اللي عادة من المدرسين؟ يعني هو من امتحان شكلهم أكثر من 50-60 مدرسين؟ اي لا المئات، يعني في فترات نصل ل 700 مدرس. ما يعني شاء الله. اللي ناخذهم طبعا على فترات خلال السنه. لا تنسى احنا عندنا امتحانين. ففي عندنا عدد، يعني الحين هاي لين ماده العربي، اللغه العربيه الثانيه ماده اللغه الانجليزيه، وفي عندنا
قاعه ثالثه حق ماده حل المشكلات problem solving. فمثلا لو بنروح مثلا في اللي امتحان اللي في ماي بيكون اربع مواد، بعد بيكون في اربع قاعات، فيزيد ويقصر على حسب شو اسمه. ما الى الان النتائج لما تجمع النتائج وتعرفونها، شنو الخطوه الثانيه اللي تقومون فيها؟ يعني هي عملية يعني بعد معرفة المستوى، بعد معرفة النواقص، نعم، بعد نعم. معرفة احنا كهيئة يعني دورنا في 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 التقويم، في التقييم والإصدار التقارير وإرسالها للوزارة. طبعا نعطيهم بعض الملامح، وين المدرس الطلبة يكون فيهم عقوبة، وين بحاجة إلى رفع المستوى، وهم يقومون بالمفروض العملية ويشوفون وين هل المنهج يحتاج إلى تغيير، هل المدرسين يحتاج إلى رفع مستواهم. يعني السنة صراحة مثل ما قلت أنا كان في تجاوب قوي من وزارة التربية، حتى أنهم قبل فترة بسيطة سووا امتحان تجريبي للامتحان 12 اللي الحين احنا نصححها. فهذه من الخطوات اللي نبقيها على اساس ان الطالب يتعود على الامتحان، يتعود على اسلوب طرح الاسئله وتحليلها واجابتها بالطريقه الصحيحه. يعطيهم العافيه الحقيقه، نعم. كلهم من الاساتذه، نعم، والسيدات الافاضل الاساتذات، نعم، الحمد لله. استاذات هذه المحطه الثانيه حل المشكلات، دكتوره تعطينا يعني شنو هي حل المشكلات اللي نتكلم عنها؟ هو يعني طالب نموذج معين؟ هو طبعا اسئله تكون هي شو اسمه فيها رياضيات، فيها بعض العلوم اللي المفترض ان الطالب يعرفها، لكن هي اكثر ما فيها قياس قدره الطالب على تحليل هذا السؤال واعطاء الاجابه الصحيحه، فهي قياس لقدرات الطالب الفكريه. مثلا اعطيني مثال. يعني مثلا المسائل مثل ما قلت لك الرياضيات ما تيك مباشرة أسئلة، ولكنها تيك بشكل غير مباشر، مفترض أن أنت تأخذ منها بعض المعلومات وتستنتج معلومات أخرى بحيث أن أنت تقدر تحل، وليس أن أنت فقط جاوب. يعني إحنا دائما نقول 1+1=2، لا، هي ممكن تكون معقدة بحيث أن في النهاية الجواب 2 بهذا الشكل. يعني في فلسفة جديدة، في فلسفة، فهي أكثر ما فيها هي قياس قدرة الطالب على التحليل وعلى الإجابة من غير المعطيات كلها. في إبداع يعني. إبداع إن شاء الله نوصل للإبداع إحنا بالتحليل الحين. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه الداتا إدخال المعلومات. إدخال المعلومات. يعني النتائج يدخلونها بحيث أنها تالي تجمع لك الطالب وتجمع لك المدرسة. طبعاً في برنامج عندنا برنامج الامتحانات الوطنية، إحنا فزنا فيه بجائزة الحكومة الإلكترونية. ما شاء الله. إيه صحيح صحيح. في المنطقة الحكومية. نعم. فبيسكلي يعني البرنامج دي وفر كثير من الوقت والجهد اللي ممكن يبذل، يعني يمكن شهر من وقتنا في إظهار النتائج تم توفيرها عن طريق هذا البرنامج. ما شاء الله. فالحمد لله يعني بعد في جهود لا زالت تبذل في إلكترونيا. يعني هذه النتائج الحين تدخل تقولي لنا حبيبتي شو تسوي؟ أدخل الأجوبة من الطلبة وأشوف إذا مثلا في حالات غش أو حالات خاصة. شلون تعرفين إذا في حالات غش؟ يعني مثلا هني أول برشام نغش برشام من إلكترونيك. لا لا، لأن ليش آي تي برشام. طبعا في طلبة في خطة جلوس موجودة، وفي طلبة يعني يقعدون مثلا يم بعض، فنشوف احنا إذا مثلا أجوبة وايد تشابهت في أكثر من سؤال يبقى المحيط. شوف هذه بالضبط السيتنج مال الطلبة في الامتحان، فهي تعرف ذي الطالب وين كان قاعد أصلا يم أي طالب. أوكي. فتشوف الورقة نتائج الطالب الثاني اللي هو يمه، فإذا في تشابه مطابق هذه يعني مو ضروري يكون أي بالضبط. يعني هذه تجاوب نفس الجواب هذا أو شبيه جدا فيه، بالذات لو كان الجواب غلط فمعناته يعني ماخذين من بعض. يعني والله يعني الصراحة شيء مشرف، شيء جهد كبير للأخوان الأخوات والاخوان، الله يعطيهم العافيه. امين يا رب. وانتم يعني حقيقه بذرتوا بذره حسنه. الحمد لله. وكما هو مكتوب في الخارج، ازرع اليوم احصد في الغد. صحيح. ان شاء الله نحصد الغد لابنائنا. امين يا رب العالمين. والحقيقه جهد كبير، يعني الواحد يعني عاجز عن يعني الصوره هي التي سوف تتحدث في
في البرنامج فيعني الهيئه ما قصرت صراحة وكل 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 من ساهم معكم في الحمد لله تسلموا انتم كذلك مشكورين على مساهمتكم هذه بالتوعيه في اللي نقوم فيه والجهود اللي تبذل مو فقط من قبل الهيئه ولكن من قبل مملكه البحرين لتطوير الحمد لله على كل حال الحمد لله الامتحانات الوطنية واحدة من أهم الخطوات التي تقيس تطورات المهارات المعرفية واللغوية والحسابية في نهاية كل حلقة دراسية وهي مبنية على المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم وإدارة الامتحانات الوطنية لها دورها الرئيسي في تصميم وإعداد وتنفيذ وتصحيح نتائجها حقيقة يعني يجب أن يعني نشيد يجب أن يعي الجميع بأن هناك جهود سواء من الحكومة الموقرة وزارة التربية والتعليم نعم. الهيئة عندكم أنتم هنا واللجان المختصة يعني وأستذكر البداية نقطة البداية عندما بادر صاحب السمو الملكي ولي العهد بالورشة التي كانت خاصة بإصلاح التعليم نعم. والتدريب في البحرين نعم. وإحنا يمكن يعني أحب أقول أنه هو شرف لنا كان تشريف سمو ولي العهد لتدشين الهيئة في فبراير 2009 يعني هذه ذكرى لا تنسى ولا تمحى من ذاكرة أي من الأخوان والأخوات الموجودين في الهيئة وإحنا طبعا يعني بخلدين الذكرى بالصورة مع سمو الله يحفظه الله يطول لي عمرك شكرا لك بلتقي وياك في الأسبوع المقبل نتحدث عن محور التدريب التابع لهيئة تنظيم طبعا أو جودة تعليم والتدريب شكرا لك دكتورة جواهر والتقي فيك إن شاء الله في الأسبوع القادم لنتحدث عن موضوع التدريب الذي يتبع الهيئة طبعا أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة الطيبة ويعني يمكن إذا ممكن نضيف يعني جزء مهم من نشر وعي حول ثقافة الجودة الإعلام وجودكم معنا صراحة جدا مهم سواء صحافة سواء تلفزيون أو شكرا. إذاعة شكرا. يعني إحنا نعجز عن الشكر في هذا المجال ونتمنى أن نكون صوتنا يصل عن طريق إن شاء الله شكرا لك دكتور طول عمرك أنا.